يا هلا، من المشاكل اللي واجهتني في تسجيل الصوت في كاميرا الجو برو 9 استخدام المنتجات الافتر ماركت، ما تقبلها الكاميرا. الحل لازم تاخذ الميديا مود من منتج معتمد من جو برو على اساس تسجل بالمايك وتقدر تعمل الموتو فلوج. للاسف هذا المنتج إضافة هذه البوابة بحيث تعطيني أكسس مباشر لليو اس بي تايب سي ما ضبطت معي، ما تشتغل مع الجو برو 9. أعتقد أنها تشتغل مع الإصدارات القديمة، لكن إصدار الجو برو 9 ما تشتغل معها. اليوم معانا هذا المنتج، راح أسوي له مراجعة أنبوكسينج، نفتح الصندوق مع بعض نشوف إيش المحتويات. راح أسوي مراجعة إيش الفائدة واطلع رايد سريع، نجرب نشبك المايك نشوف هل راح يفرق الصوت او لا. طيب هذا البوكس بعد ازالة الاستيكر اللي هنا، واضح هنا المواصفات اللي فيه. اول شيء عندنا وذر ريزيستنس، مقاومة العوامل الجوية، دايركشنال مايك، هذا هو مايك مباشر، اضافة الى منفذ المايك 3.5، منفذ ال HDMI ومنفذ ال USB Type C، كلها تجي من الناحية الثانية. من الناحية الخلفية يوضح الاكسسوارات اللي ممكن نضيفها على الميديا مات القطعة هذه. طبعا هنا من الجنب أول شيء عندنا منفذ للفلاش الخارجي، الجهة العلوية منفذ لإضافة شاشة LCD، ومن الجهة السفلية الستاند أو الحامل. أبدأ أفك الكرتون ونستعرض محتوياته. هذه كتيبات، كتيب التعليمات، هذا الورنتي ضمان مدى الحياة. هنا هذا البوكس، هذه القطعة عشان تثبتها بأي ماونت أو ستاند تبع الكاميرا. هذه القطعة لأجل تثبيت الكاميرا على الحامل. هذه قطعة الميديا مد. هنا زر التسجيل السريع، هذا USB Type C، طبعا راح تدخل الكاميرا من هنا بهذا الشكل، وراح يكون هذا المنفذ شابك في منفذ الكام من الجهة الجانبية أو من الجهة الأمامية. عندنا ثلاث منافذ، منفذ HDMI، منفذ USB Type C، ومنفذ 3.5 المايك الخارجي. القطعة مصنوعة من البلاستيك المقوى. طيب نجيب الكام عشان نثبتها. كيف الطريقة؟ هذه الجهة حقت البطارية، نفك الغطاء من هنا. طيب بهذا الشكل فكيناها، نجيب الكام، هذه جهة البطارية، دخلها من هنا كذا تكون اشتغلت. نلاحظ هنا انه المايك المباشر متصل، وهنا كل ما تكلمت يبين لي مستوى الصوت اللي طالع قاعدة تقرأ الكام. هذه من الجهة الأمامية، هذا هو المايك. هذه مزيل الضوضاء، ممكن نركبه بهالشكل، راح يساعدنا لو استخدمنا المايك الخارجي، لو استخدمنا عفوا المايك المباشر راح ينقي الصوت. أنا عندي هنا المايك فما أحتاج هذه القطعة. طيب هذا منفذ المايك هنا، وهذا 3.5 راح يركب كذا بهذا الشكل، وهذا المايك. طيب بعد تثبيت الكام في الهلمت واجهت صعوبة في توصيل المايك هنا، لأن الكام كانت تقريبا قريبة بهذا المستوى. فالحمد لله أنه الماونت تبع الكاميرا عندي adjustable، full adjustable، شوف ممكن تعدله بجميع الاتجاهات والزوايا. فحاولت اني اعمل وزن للبعد بحيث انه يكون السلك حق المايك ماخذ راحته، ما يكون مضغوط ومع الوقت راح يخرب عليه. بهذا الشكل هذا المايك هنا موصل قدامي مباشرة. هنا اسلاك المايك كانت فيه زحمة صراحة، خلينا اوضح هنا، دخلتها داخل البطانة،
كل الأسلاك بصراحة طويل يعني يمكن طوله نص متر أو أكثر، دخلته هنا داخل البطانة هذه فصار بهذا الشكل. أعتقد أنه أفضل يعني، أفضل من لا شيء. ممكن عندي بس هذه الوصلة نثبتها هنا وخلاص صار الوضع تمام إن شاء الله. أطلع الآن رايد أجرب، نجرب الصوت ونشوف كيف وضوحه. وبسم الله توكلنا على الله، هذه تجربة للمايك أول متفلق، وبإذن الله القادم يكون أحلى. أتمنى أن الصوت يكون واضح. طبعا واجهت إشكال في لبس الخوذة في البداية لأنه السلك يعني في جزئية منه كانت طالعة فكانت تعيق لبس الخوذة، تجي على أذني ومرة تخربط زي كذا. فالحمد لله دخلتها كلها في البطانة، يعني مسألة تعويد أتوقع، وإنه لازم أفك البطانة كاملة بحيث إني أثبت الأسلاك داخل الجزئية اللي أحتاجها لحركة الرأس عشان المايك برضو ما يفصل علي وأنا أحاول ألتفت أو زي كذا. النقطة الثانية اللي لاحظتها اللي هي حجم الكاميرا، الجوبرو 9 أساساً بدون أي إضافات حجم الكاميرا أكبر من الإصدارات السابقة، فالمشكلة الآن مع إضافة قطعة الميديا مد صارت تعيق النظر نوعا ما، يعني بالذات إذا قاعد أطالع العداد السرعة والبنزين والجير. السابق كنت مجرد حركة العين كذا أشوف كل شيء قدامي واضح، لكن الآن حسيت نوعا ما لازم أنزل رأسي شوي أشوف، ماني متعود على حجمها ممكن لأني أول مرة. نفس الشيء فك الكاميرا من الماونت صار صعب، صعب جدا يعني، لازم أوقف عشان أرخيها أعدل وضعية الكام أرفعها وأنزلها. بالأول لا، كنت على طول أمسك المسمار حقها من تحت وأنزل، لكن الآن عشان حجمها صار كبير فصراحة في صعوبة عشان أوصل للمسمار. بشكل عام هذه ملاحظات يعني لها حلول، بإمكاني أني أضبط وضعية الكام قبل ما أطلع، الماونت عندي فل أدجستبل أقدر أنزلها شوي، نفس الشيء بالنسبة لزاوية الكام. فبس حبيت أذكرها للفائدة، أتمنى أكون أفدتكم والسلام عليكم.